الواجب على المستفتي أن يستفتي من يثق في علمه ودينه، فإذا وثق في علمه ودينه وسأله فحكم الله جل وعلا بالنسبة إليه هو ما أفتاه هذا المفتي. أما إذا صار يتنقل من مفت إلى آخر إلى أن يصل إلى الفتوى التي توافق هواه، مع أنها يمكن أن تكون من القضايا التي فيها خلاف بين أهل العلم، فلا شك أنه لم يعبد الله جل وعلا. ولهذا الشاطبي رحمه الله في الموافقات يقرر أن ما شرعه الله جل وعلا هو تحرير العبد من شهوته ومن اتباع شهوة النفس، وأنه لا يتبين أنه مطيع لله جل وعلا إلا بامتثال أمر الله. فإذا صار يتنقل من مفت إلى آخر إلى أن يقف على من يجيبه الجواب الذي يتناسب مع هواه، فلا شك أنه لم يطوع هواه للشريعة، بل طوع الشريعة لهواه والعياذ بالله.